أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الجمعة 19/11/2021 من البلدة القديمة في بيت المقدس، ومن أمام مسجد الفاروق عمر ابن الخطاب في البلدة القديمة، يسمى أيضا مسجد الملك الأفضل نسبة للملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي الذي قام بتجديد بنائه عام 589 هجرية. ويقع المسجد مقابل كنيسة القيامة، وقام أيضا السلطان عبد المجيد ببعض الإضافات عليه. يقع في حارة النصارى إلى الجنوب من كنيسة القيامة مطلا على ساحتها تحديدا. شيد المسجد في شكله الحالي من قبل الأفضل ابن صلاح الدين، يحتوي على مئذنة بطول 15 مترا، بنيت قبل عام 1465. وكلنا نعرف قصة تسلم أمير المؤمنين مفاتيح بيت المقدس ونص العهدة العمرية المعلقة على المسجد. أما اليوم فيتوصل إليه على 11 عتبة تقود الزائر إلى ساحة مكشوفة ومزروعة بالورد والكروم، أما بيت الصلاة فتغلب عليه البساطة. يحتوي المسجد على مكتبة متواضعة، حمامات، دورات مياه ومتوضأ. من الداخل يبلغ أقصى ارتفاع له 4 أمتار. فتح في واجهته الجنوبية محراب يتكون من حنية يعلوها نقش تذكاري حجري يعود للبناء الذي يعلو المسجد. كان معكم الأستاذ أمجد علقم. لا تنسونا من صالح دعائكم، القدس تهديكم السلام.